بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اللوز بهذه الطريقة اللي كيجينا رائع ولذيذ. نتمنى تجربوها وتعجبكم. كيجينا مقرمش كيف كتشوفوا معايا، فرجة ممتعة. بالنسبة لطريقة التحضير، عندنا هنايا كاس معمرش ديال الزنجلان، كاس ديال اللوز، كاس ديال العسل. طريقة سهلة وبسيطة باش كنلقاو داك اللوز كيجينا لذيذ بزاف. غادي نمشيو للمقلة. في مقلات غادي نكبو العسل وفي نفس الوقت غادي نكبو اللوز ديالنا، وغادي نبداو نقلبو حتى يتكراميليزا. الا ما كانش عندكم العسل تقدروا ديروا سنيدة، كاس ديال السنيدة، وتبداو تحركو حتى كيتكراميليزا لينا هاد. نبدا نحرك حتى كينشف ليا من هاد العسل وكيولي كراميليزي. فاش كيغلى بحال هكا العسل كيبدا يدير فقاعات، غادي ناخذو صافي، غادي نطفيو عليه النار، وغادي ناخذو واحد الكميه اللي هي قليله، وغادي نديروها فوق هاد الزنجلان اللي ديجا حمرتو في المقلة. ناخذ واحد الكميه وغادي نخلطوها مزيان بالزنجلان. نبداو نحطو غير شويه بشويه ونحركوه مزيان باش يدخل في داك الزنجلان، وكيجي واحد المذاق رائع جدا اللي نتمنى انكم تجربوه. صافي كنبداو نخلطو هكذا كميه بكميه شويه بشويه حتى كي يدخلوا الزنجلان، عاوتاني نحيد هذه الكميه ونديروا وحده اخرى. وهذه هي الطريقه باش صيبنا هذا اللوز اللي كيجي المذاق ديالو رائع ولذيذ. نتمنى تجربوه حتى نتوما في ديوركم. هذا هو شكل اللوز بعد ما قديناه، كيجينا غزال ومقرمش. نتمنى يعجبكم وديروه حتى نتوما، كيجي المذاق ديالو هائل، خاصه الدراري الصغار كيعجبهم بزاف. نتمنى ديروهم وتجربوهم حتى نتوما، كيجي المنظر ديالهم راقي وجميل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى في قناتكم ساميه فود.